السلام عليكم اخواتي متابعات الغاليات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله فيديو جديد غادي نحضر معكم كيك بحجم عائلي، كيخرج لكم بزاف ديال القطع، فقط بيضه واحده، كيجي لذيذ وهشيش ورائع في المذاق وسهل في التحضير. اول حاجه غادي نجيب هنايا الصينيه اللي غادي نوضع فيها هذا الخليط ديال الكيك، غادي ندهنه مزيان بالزبده وغادي نرشو الدقيق. بالنسبه للعبار ديال هذا الصينيه هذه انا غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. تقدروا تفرشوه بورق الزبده، ولكن انا فضلت انني غادي ندهنه ونرشو. من بعد غادي نحتاج كاس ديال الحليب ديال العنبه، غادي نضيف عليه معلقه كبيره ديال الخل. اللي بغيناه هو هذا الحليب ديالنا بحال مثلا غادي يروب لينا، داكشي علاش غادي نضيف عليه معلقه تاع الخل وغادي نخليه على جنب. فواحد الاناء غادي ندير فيه قطيصه ديال الملح، غادي ندير فيه بيضه واحده، غادي نضيف ساشي ديال السكر الفاني، غادي نضيف كاس ديال السكر سنيده، نضرب هاد العناصر مزيان. غادي نضربو فقط بالخلاط اليدوي، يعني ما غاديش نحتاجو الخلاط الكهربائي، حتى يندمج لنا هاد السكر مع البيض ويدوب. عاد غادي نضيف بقيه المقادير. غادي نضيف كاس معمرش ديال الزيت نباتيه، خلط مزيان. صافي، وغادي نضيف هذاك الكاس ديال الحليب بعد ما تقال بهذيك المعلقه، من بعد ما تقال بهذيك المعلقه ديال الخل. صافي، غادي نخلط مزيان. عاد غادي نبدا نضيف الدقيق والخميره. هنا غادي نجيب واحد الغربال وغادي نضيف الكاس الاول ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، غادي نضيف عليه ساشي ديال الخميره فئه 8 غرام. غادي نخلط مزيان،
عاد نضيف بقية ديال الدقيق. هنا غادي نضيف الكأس الثاني مع ساشي ديال الخميرة الثاني ديال 8 غرام. هنا في المجموع غادي نحتاج جوج ديال الساشيات ديال الخميرة. غادي نزيد ربع كاس ديال الدقيق، يعني الدقيق غادي يكون على حسب النوعيه اللي عندكم، الا كانت كتشرب ولا لا، باش يجيكم الكيك ديالكم هشيش وما يجيش مدقس. المرحله الاخيره غادي نضيف نص كاس ديال الماء مغلي، الماء اللي طايب، وغادي نخلط مزيان. هاد النص ديال الكاس ديال الماء اللي مغلي هو اللي غادي يخلي الكيك ديالنا يجي هشيش ومفشفش، غادي يعطيه واحد الخفه، يعني ما تخافوش منه، جربوه راه بتجربه ديالي. صافي، هذا هو القوام ديال الكيك اللي حصلت عليه. صافي، غادي نخوي الخليط ديالي هنايا فهاد الصينية هذه. بالنسبه للفران انا كنت شعلته راه سخون، غادي ندخل لاطه ديالي الفران وغادي نقص عليها النار، وغادي تاخذ في الوقت 45 دقيقه. ملي غادي تحمر من التحت غادي ننزلها من التحت ديالها، غادي ننزلها باش تحمر من الفوق من الوجه ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بعد ما خرجته من الفران، هو محمر من الوجه. بالنسبه للتزيين كيكون اختياري، انايا هنا درت شي حاجه لي ساهله ومتوفره في الدار، يعني دهنته بالكونفيتير ديال المشماش وكترشوه بداكشي اللي متوفر عندكم، بالكوك ولا كاكاو مهرمش ولا فيرميسيل اللي بغيتو. انا رشيتو هنا الفويتين كان عندي في الدار. هنا غادي نزينو غادي الفويتين، حتى واحد القرمشه واحد اللذه لهاد الكيك. كما سبق وقلت لكم التزيين كيبقى اختياري، وداكشي اللي متوفر عندكم في الدار ما تصعبوهاش على راسكم، وجدوها لوليداتكم. نتمنى اقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وشكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء مع فيديو آخر.
Thank you.